انا عايز بس اقول حاجه لامهات الشهداء. اتفضل. ام شهيد دي مش هتلاقيها في ثقافه ابدا الا عندنا. بمعنى مفيش ام في اي ثقافه ولا في اي حضاره ولا في اي ام اخرى ها بتزف ابنها في سبيل الدفاع عن وطنه وتبقى فرحانه وهي بتعتصر من الالم على فراقه على فراقه وتبقى تقول في الجنة ونعيمها. مطمنة. النموذج ده مش موجود اللي عندنا بس، خلي بالكم. فلازم الاهتمام بأمهات الشهداء، طبعا وبنقول لهم احنا انتوا على راسنا من فوق، احنا بنتقرب الى الله تبارك وتعالى بيكم. انتوا ذكرتونا بنموذج الخنساء، ونموذج الخنساء اللي ولادها الأربعة داخلين يدافعوا عن الأرض والعرض ويطبقوا كلام سيدنا النبي: عليه الصلاة ومن قتل والسلام. دون داره فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يوم الأربعة يستشهدوا، فتفرح وهي بتعتصر. بتعتصر على المستوى الشخصي لفراق ابنها، طبعا لكن فرحانة بمكانته عند رب العالمين لأنه جنة مطمنة عليه الخلد. وعارفة إن ربنا رحيم عليه أكتر منها. ما عندناش، ما فيش إلا النموذج ده عندنا بس. ما فيش أي مكان آخر ثقافة تقول للمرأة ضحي بابنك عشان الأمة تعيش أو عشان البلد تعيش. وبالتالي أمهات الشهداء طبعا على رأسنا من فوق، طبعا طبعا وإحنا نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى.